ملة لم تكتمل بعد فارتضت تناثرها حين التناثر مصحف ووجه فتى لم يشهد الله غيره فتى كلما لم يعرف الله يعرف وليلة وعد لا تزال تزوره عناقيدها في كل ليل فيقطف ويمسك أحلاما ويطلق أنهرا إلى الغد يسعى جنبها وهي تزحف وها هو بين الذكريات فتارة تبلله أو ذكريات تجفف يربي حماما للغياب فربما رحيل قريب يا علي سيهتف يربي حماما للغياب فربما رحيل قريب يا علي سيهتف ويترك في الأحداق صورة وجهه خبيئة قمح ساعة الجوع تكشف ويترك في الأحداق صورة وجهه خبيئة قمح ساعة الجوع تكشف مضى لأخير راضيا أن روحه الغريبة في هذا الأخير ستنصف أبو كل درب لم يجد من يضوءه ولم يتخذ مسراه إلا التوقف أبو كل مشغوف بأعماقه التي بها الحلم المشغول أن كيف يشغف أبو حسن حسن الحياة وزهوها وسلسل أشواق من العين تذرف أنا غير راض عن مساحة حيرة هذه لذاك سأنتقيك وأستريح فأنا ثرياك التي تزهو إذا في السقف علقها وأرجحها الضريح وأنا هناك صدى معلقة بكعبتك العظيمة وحدي الشعر الفصيح وأنا هناك الصائحون بحبك الأسمى جميعا حين في شغف أصيح خذني سأخف في كتابك كلمة حمراء تعلن أنني الكبش الذبيح ما أكثر الكبش احتشادا بالحياة أنا بموتي فيك مصلوبا مسيح أنا بموتي فيك مصلوبا مسيح السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله ببطن مكة وسط الفيض قد وضع أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط الفيض قد وضع وأنت حيدرة الغب الذي أسد برج السماوي عنه خاسئا رجع وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما فرع وأنت ذاك البطين الممتلي حكما نشارها فلك الأفلاك ما وسع وأنت ذاك الهزب الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد نزع وأنت يا سوف نحن المؤمنين إلى أي الجهة
آت تما يلقاه متبعا وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمعا وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمعا وأنت والحق يا أقضى الأنام به وأنت والحق يا أقضى الأنام به غدا على الحوض حقا تحشران معا أنت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن، السلام على الزهراء أم أبيها سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين صبطي رسول الله، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية وأيضا مشاهدي قناة العتبة العلوية المقدسة أينما تشاهدوننا الآن من أرض النجف الأشرف، من أرض الغري، ومن حضرة سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بإمكانكم أداء الزيارة والدعاء عند أمير المؤمنين في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك شهر جماد الآخر، وننتظر اتصالاتكم لأداء الزيارة والدعاء. قبل أيام قليلة ودعنا ذكرى استشهاد الزهراء سلام الله عليها في هذا الشهر الفضيل، وهي الذكرى الأخيرة والثالثة اللي تصادف دائما يوم الثالث من هذا الشهر، شهر جماد الآخر، وكما ذكرنا الثامن من شهر ربيع الثاني وجماد أول يوم 13، وهذه الذكرى اللي ودعناها قبل أيام. أيضا راح تتوالى بعض المناسبات علينا لربما أسابيع قليلة وأيام قليلة، هناك مناسبة عظيمة أيضا سنأتي على ذكرها، وسيكون لنا إن شاء الله الشرف في أن نكون معكم في البرنامج حتى نتطرق إلى هذه المناسبة، مناسبة أم البنين سلام الله عليها. أم شوقي من كربلاء المقدسة، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله، حياكم الله. السلام عليك، الله يسلمك. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أبو الحسن يا علي يا سيدي يا مولاي. السلام عليك وعلى رسول الله. السلام عليك وعلى فاطمة الزهراء. السلام عليك وعلى خديجة. السلام عليك وعلى الحسن والحسين. السلام عليك وعلى أبو الفضل العباس. السلام عليك وعلى سيدتي مولاتي زينب. السلام عليك يا سيدي يا مولاي، شاف وعاف كل مريض بحق مريض كربلاء زين العابدين يا أبو الحسن يا علي يا علي، ونعزيكم بوفاة أم البنين عليها السلام بالذكرى الأليمة. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبو الحسن يا علي، أناد علي المظهر العجائب تجد معونا لك في النواس، كل هم من وغم سينجلي مولايتك يا علي يا علي يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك يا سيدي يا أبو الحسن. وأزور صالة عني وعن والدي والد والدي وعن السيد علي السستاني والجيش والحشيد والقوات الأمنية والشهداء، وأهديها لزوجي ولأولادي والبناتي ولخواتي ولجميع يسمع صوتي ولا قناتكم، وأنا ما ناسيتكم بالدعايات أستاذ أحمد. شكرا لكم يا أم شوقي. أكيد أكيد رحم الله والديك. سيد الشهداء شكرا لكم. وعندي أسماء أريدك تسجلهم خادم. سيد خضير بالشفاء إن شاء الله. الشفاء سيد خضير إن شاء الله، وأم خالد نعم. وأم جاسم نعم. وأم علاء وأم ستار نعم. وأم الصفح وأم الصيني وجميع أم الصيني بالدعاء
ولا حضرتكم. شكرا 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 لكم. شكرا جزيلا، رحم الله والديك. شكرا لكم. شكرا لكم. كثير كثير من الاخوه من داخل العراق من خارج العراق دائما ما يوصونا باداء الزياره بالنيابه عنهم ويحملون امانه. بالمناسبة أنه هذا البرنامج دائما ما يعرض على شاشة قناة كربلاء الفضائية، أيضا على شاشة قناة العتبة العلوية، على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا موقع قناة كربلاء الفضائية، على الأنستا أيضا يعرض في نفس الوقت. فهناك اتصالات كثيرة ويكتبون لنا أنه ندعو لهم. أكيد ما ننساكم بالدعاء. إحنا عندما نزور زيارة أمين الله نهاية البرنامج صدقوني نشمل بها كل من سألنا الدعاء والزيارة عند أمير المؤمنين. عند اتصال أم حميد من بغداد. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حبيب الله. حياكم الله يا أم حميد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعز نفوسنا باستشهاد سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء. أحسنتم لنا ولكم الأجر. أم البنين سلام الله عليهم، نريد منهم العافية، إذكم منا والستر والإيمان ولعوينا وبنياتنا ولدنا وكل من يسمع صوت إن شاء الله الإيمان والفرح. أزور لي والوالدي والودعين الزيارة للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين مشارق الأرض ومغاربها. يا الله اللهم يسر أمري وشغلي صدري من غلطة لساني ويجعلني عندك يا علي. فقيرة ومريضة يا رب الحسنى. الله منكم إن شاء الله تدعو لي بالشفاء والعافية. إن شاء الله الشفاء والعافية لك ولكل المرضى. عباس عباس بن خديجة والعلاء والعلي والحسين ولأولادي والبناتي. الله يحفظكم إن شاء الله. هذا الضريح المبارك القبر الشريف لأمير المؤمنين عليه السلام. يما نعم. أتفاهد من وجدي. الله يسلمك. خادم. خادم. اللهم بحق أمير المؤمنين بحق أبا الحسن علي. الصلي ركبتين طرق المال الإمام علي عليه السلام. إن شاء الله بالخدمة. كون يخلي ولدك ويخلي عائلتك ويسترك من كذا مكروه. خادم لكم إن شاء الله أم حميد. اللهم صل على محمد. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. كل المرضى الشفاء العاجل، كثير من الإخوة مرضى محتاجين دعاء. اليوم نرفع أيدينا بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى. دائما ما نتضرع إلى الله تبارك وتعالى، ولكن بوسيلة نضع بين أيدينا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هم الوسيلة وهم الواسطة إلى الله تبارك وتعالى. خير وسيلة وخير واسطة هم أهل البيت، هم سفينة النجاة. هكذا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: كلنا سفن النجاة، ولكن أوسعها وأسرعها سفينة جد الحسين. فبحق الحسين، بحق مصاب الحسين، بحق دماء الحسين، إن شاء الله لكل المرضى الشفاء والعافية والسلام. بحق محمد وآل محمد داخل العراق وخارج العراق، كل من أوصانا بالدعاء والزيارة. اليوم الناس حقيقة عندما تصاب بابتلاء، عندما تصاب بكرب، عندما تصاب بهم أو بضائقة، يأتي إلى هذه الأضرحة المقدسة، يأتي إلى المراقد المقدسة. شاهدون الصورة معي لربما قبل قليل، جنسيات مختلفة من الهند، من باكستان، من إيران، من شرق آسيا، من غربها، من دول جاليات مقيمة في بلاد المهجر في الدول الغربية، كلها تأتي إلى هذه الأماكن لتستشفع إلى الله. عند اتصال أبو عباس من آمر لي، واعتذر يمكن أطلت على أبو عباس. سلام عليكم أبو عباس. السلام عليكم أخي أحمد. السلام عليكم. السلام عليك يا أمين الله.
يا أمين الله يا أمين الله يا أمين الله. تفضل بالزيارة. أهل بيت طهور من جنة ولن تلحش على درجات في إذا ما ذكروا في مجلس أرفع أصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. السلام على مدفون بالمدينة المنصور المعيد أبو القاسم المصطفى أبو الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد. السلام على الصراط المستقيم إمام المستقيم إمام عليه السلام. السلام على إمام الإسلام ونور العينين وإمام المستقيم وحسن عليه السلام وأخي أبو فضل عباس عليه السلام وأخي زين الكبرى عليه السلام. السلام على إمام الكاظميين. السلام على إمام العسكريين. السلام على أئمة البشر. السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آباء المهديين. السلام عليك يا وصير وشياخ. السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين. السلام عليك يا أبو عباس. السلام عليك يا أبو عباس. حاول 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 بهدوء. حاول بهدوء. حاول عليك يا وصير وشياخ. أتمنى بهدوء. أتمنى بهدوء الزور أبو عباس. أتمنى بهدوء وبتأني مخارج الحروف تكون واضحة حتى البقية يستفادون وياك أيضا يسمعوك يسمعون كلماتك يسمعوك إيش جاي تقول كل ما يكون. نعم إن شاء الله. أخي حمد تجي أسمعنا. أسمعك أنا أسمعك واضح. أخي حمد تجي أسمعنا. أسمعك أسمعك أبو عباس أسمعك. عباس نجاح ابني عباس أبو عباس. نعم نعم نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لك يا أبو عباس. نسأل الله القبول لنا ولكم إن شاء الله. عندي اتصال آخر. أم حازم من بغداد. سلام عليكم. الله يساعدك أحمد. الله يساعدك يوم. الله يساعدك. الله يحفظك إن شاء الله. الله يحفظك ويستر عليك وعلى عيالك. حفظكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك. السلام عليك يا أمين الله. نعزيكم ونعزي العالم الإسلامي بوفاة الزهرة أم الحسن والحسين. سلام الله عليه وعلى الزهرة. وفاة أم البنين. يعني شوف الحسرة بقلوب المؤمنين لحد هسه احنا رغم انه المناسبة صار لها ايام ولكن تبقى أي والله. تبقى بقلوبنا بعد بقلوب بعد بقلوبنا. اي والله أي والله. ما نقدر ننسى. السلام على ام البنين. ما نقدر ننسى مأساة الزهراء ام قمر بني هاشم. السلام على الحسن والحسين. السلام على ابو فضل العباس. السلام على ابو الحسن علي. السلام على زوج البتول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزيارة ريدة الزيارة دعيني يا سي أحمد بدو أروح لك يخلوا ليدة. أنا إن شاء الله ما أنسات بس هاي اللقطة هاي اللقطة الجميلة اللي القبر القبر الشريف هذه الصورة بدو أروح له. يعني خلي لك أنا وأنت أنا وأنت قلوبنا اليوم يا أمير المؤمنين. أي والله أي والله أي والله أي والله أي والله أي والله ما عندنا غير الله وأهل البيت. ثم ما عندنا وسيلة غير الله وأهل البيت. أي والله ما عندنا. يستر عليكم وعلى هاي القناة وعلى علي السستاني يحفظكم الله ويستر عليكم ودعي لي بالعافية إلي والعائلتي. ادعي لي بالعافية لي والعائلتي. يستر عليكم وعلى عيالكم يحفظكم الله ويستر عليك يا محمد. يا ومع السلامة. مع ورحمة السلامة. الله وبركاته. شكرا لكم. شكرا لكم. نسأل الله القبول لنا ولكم إن شاء الله. أم حازم عند اتصال آخر. أخت آية من الدجيل. سلام عليكم أختي آية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى راح تجي علينا راح تمر ذكرى استشهاد سيدتي ومولاتي أم البنين عليها السلام قاضية الحاجات وأحسن الله لكم العزاء. شكرا لكم شكرا لكم. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح. السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح. السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بقبرك الشريف. السلام عليك يا فحل الفحول. السلام عليك يا زوج البتول. السلام على أسد الله الغالب علي ابن أبي طالب. السلام على سيد الأوصياء. السلام على مولاي علي. السلام عليك سيدي يا أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى فاطمة الزهراء. السلام على أم أبيها. السلام على أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام على حيدر الكرام. السلام على صاحب ذا الفقار. السلام على قائد الغر المحجلين.
السلام عليك سيدتي يا مولاتي يا فاطمة الزهراء. أحسنتم. السلام على قسيم الجنة والنار سيدي يا مولاي يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا دعليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سيجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي, علي. سنتو. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السرب المستودع فيها شكراً اللهم عجل لوليك الفرج اللهم الله. شافي وعافي كل مريض اللهم اقضي حاجة كل محتاج أستاذ أحمد قلتك الدعاء وزيارة صلاة ركوع إن شاء الله ورد السجن اسم الطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر والطفل حسن ابن محمد وإن شاء الله يا رب اللهم شافي ويشافي مرضاكم اللهم شافي عبد الله وشافي كل المرضى أمير المؤمنين علي إن شاء الله قضاء حوائج كادر يا أمير الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم أثير من ميسان سلام عليكم أختنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمين الله لبيك يا أمين الله لبيك سيدي ومولاي يا أمير الله يا أبا الحسن يا علي السلام عليك يا أبا الحسن يا علي السلام عليك يا ابن عم الرسول السلام عليك يا زوج البتول السلام عليك يا قالع باب خيبر السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا الحسن يا علي السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح السلام عليك وعلى سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء السلام, الله على السلام عليك وعلى ولديك الحسن والحسين وأبا الفضل العباس وعلى سيدتي ومولاتي زينب الحوراء ورحمة الله وبركاته يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين لنا حوائج كثيرة وأنت العالم بها من بعد رب العالمين اللهم بحق أمير المؤمنين قاضي الحاجات اقضي حاجاته وحاجات كل محتاج اللهم سهل أمور كل إنسان بحق الحسين الراعي عبد الله يا الله اللهم شافي كل مريض وشافيني بحق محمد وآلي محمد يا الله من اللي صار لي سنة ونص ما زايرة رحمة الوالديك لا تنساني بدعائك وبالزيارة رحمة الوالديك لأن مريضة ما أقدر أمشي وجه أزور أريد الشفاء منك يا أبو الحسن يا علي وأنت أبو الأيتام وأنا لا أم ولا أبو أنت تدري بحالي سلام الله عليك سيدي ومولاي سلام الله عليك يا أبو الحسن يا علي يا قاضي الحاجات أخذ حوائجنا وحوائج أمة محمد وحوائج جميع موالي إليك يا سيدي يا مولاي أبو الحسن علي اللهم بحق أبو الحسن علي اللهم أعطنا وخذ حاجة أثير يا سيدي يا مولاي من جودك وكرمك وأنت باب العطاء أنت باب العطاء أنتم الكرماء وإحنا نطلب منكم الكرم يا سادتي يا أولي الله قائما راكعا في المسجد وتصدقت يا أمير المؤمنين وأنت في صلاتك لعنة الله على ظالميك ولعنة الله على قاتليك تصدق علينا الله عليهم منا إلى آخر يوم تصدق علينا يا أبا الحسن يا علي تصدق علينا بكرامة منك بشفاء المرضى جزاكم الله ألف خير يا ملا جزاكم الله ودفع البلاء اللهم ودفع الوباء قناة المباركة بحق محمد وآل محمد وهاي الخدمة ميزان حسناتكم إن شاء الله وإد أهل البيت ما يضيع أي شيء كله موجود عندكم إن شاء الله تلقونه قدامكم بالجد بحق الأصل شكرا لكم شكرا لكم والله يحفظكم وجزاكم الله ألف خير شكرا في أمان الله وحفظه في أمان الله وحفظه في أمان الله وحفظه أذكر البرنامج يعرض على شاشة قناة كربلاء الفضائية وأيضا شاشة قناة العتبة العلوية المقدسة في نفس الوقت بنفس التوقيت مباشر على القناتين عند اتصال أم علي من البصرة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء الراضيين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجدادهم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمين الله السلام على ضجيعيك آدم ونوح السلام على جاريك هود وصالح اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر
وارزقنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام على سيدتي مولاتي الحوراء زينب. اللهم ارزقنا زيارتهما في الدنيا وشفاعتهما في الآخرة. يا الله يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يما نسألك الدعاء والزيارة يا سيدي ومولاي أمير المؤمنين. إن شاء الله إن شاء الله ما ننساكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن في حضرة أمير يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هذا ركن الدعاء، هنا ركن الدعاء الآن إذا بالإمكان. يا الله يا الله يا أخونا علي فاضل، المرضى والمقعدين كلهم يأتون إلى هذا الركن، هذا ركن الدعاء عند أمير المؤمنين. يم الرأس واستجابة الدعاء في هذا المكان ومجربة إن شاء الله. إن شاء الله تشفينا وتشفي ابني مريض والله شاب، إن شاء الله تشافيه تدعي له يما، تدعي له شبابي والله مريض ان شاء الله بالشفاء ان شاء الله ان شاء الله تكتب اسمه علي. اي والله وليداتك يا ياسر بالشفاء، وانا هم تعبانه والله بدي ازور الامام ان شاء الله. ركن الدعاء ادعي الله يكتب لي زياره الامام ان شاء الله، يكتب لنا يا زياره الامام. اي والله ان شاء الله امير المؤمنين الايمان إيه الايمان كله تجسد بامير المؤمنين. سلام الله عليك يا ابو الحسن يا ابو الحسن ان شاء الله يا ابو الحسن. حتى ذكرنا قبل قليل انه تصدق امير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم انما علينا بالشفاء ان شاء الله، انما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يتصدقون وهم راكعون. صيغه الجمع دائما ما يوصف بها امير المؤمنين، دائما ما يشار الى امير المؤمنين بالجمع. إذن امير المؤمنين اجتمع المؤمنون كلهم في علي بن ابي طالب، وايضا اجتمع الايمان اجتمع الايمان كله في علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. اللهم ثبتنا على ولاية امير المؤمنين يا الله، ثبتنا يا الله يا الله. رحم الله والديك شكرا الدعاء والزيارة. شكرا شكرا ام علي ان شاء الله. شكرا لكم. عندي ابو شبي من واسط، سلام عليكم اخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن. أبا الحسنين. يا علي. أعزي يا مولاي أمير المؤمنين. صاحب العصر والزمان بشهادة مولاتي فاطمة الزهراء وأم البنين. أحسنتم. أحسنتم. هذا الشهر أبو شبي، هذا الشهر وصيدي. هذا الشهر بمناسبات عظيمة حقيقة. بدءاً بداية الشهر كان وفاة القاسم سلام الله عليه. سلام الله عليه. الإمام الكاظم. سلام الله عليهم أهل البيت جميعاً. وبعد يوم أو يومين كان استشهاد الزهراء مناسبة، والآن راح تجينا مناسبة استشهاد أو وفاة أم البنين أيضاً. مناسبات تتوالى علينا، ودائماً نحن نقول أهل البيت مصابهم واحد وحزنهم واحد، ما يعني ما ننسى مصايبهم ولا حزنهم. لذلك دائماً ما نقول دائما كربلاء هي حاضرة معنا أينما ذهبنا أينما حللنا أينما جلسنا، كربلاء والحسين معنا في كل أوقاتنا في حلنا وترحالنا. من هنا من بيتي أزور مولاي أمين الله الإمام علي عليه السلام أصالة عن نفسي ونيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم بارك الله فيك. وعلى سيما مولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه وأمه نرجس، وعن والدي وأهلي وإخواني وجيراني وأصدقائي. وأدعو من هذا الإمام إمام الرابعة كلها للأمة كلها أبو الأمة وصي رسول الله الشمل بين أولادي ويعطيهم الصحة والسلامة يا الله. وأسأل كذلك النجاح لولدي أحمد وماجد ونضال، وكذلك الصحة والسلامة لجميع الجيران والأصدقاء، وخاصة ونحن نمر في ظروف صعبة في بلدنا. نسأل الله للجميع الصحة والسلامة يا الله. نسأل الله ذلك إن شاء من الله. هذا البيت بحق مولاي الإمام علي عليه بن أبي طالب عليه وضجيع آدم ونوح يا الله. أسأل الله لجميع أخواني وأصدقائي الرحمة، وخاصة الحاج المرحوم صادق الحاج صادق حسنت. بالرحمة له حسنت. مع تحياتي لك ولجميع
مشاهدي ومتابعي هذه القناة. شكرا لك. مع خالص شكري. شكرا لك يا أبو شبي، شكرا لك حقيقة. يعني احنا دائما ما نسمع هذا البيت أو على لسان الرواديد وخدمة الإمام الحسين وأمير المؤمنين، عدلين ميتين يمك يا علي، احنا عدلين يمك يا علي، ميتين يمك يا علي، انت قائدنا والتشفيعنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فنسألك يا الله بحق أمير المؤمنين، بجاه أمير المؤمنين، بمكانة أمير المؤمنين، بمنزلته، بعظمته لديك، بإيمانه، بإسلامه، بعبادته، عبادة أمير المؤمنين ما مثلها عبادة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، من مثل أمير المؤمنين؟ أتذكر في رواية حتى أخذ اتصال، أنه بعض أصحاب الإمام السجاد سلام الله عليه كانوا يأتون إليه لقب بالسجاد وبزين العابدين لكثرة عبادته وسجوده، فكانوا يقولون له رفقا بحالك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، رفقا بحالك. فيقول أين أنا من عبادة جدي أمير المؤمنين عليه السلام؟ إذا كان زين العابدين الذي وصف بزين العابدين بالعبادة وبالسجود، يقول أين أنا من عبادة علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ فإذا كيف هي عبادة أمير المؤمنين؟ الله أكبر. وهو القائل يوم ضربه اللعين ابن ملجم في محرابه، فزت ورب الكعبة، أي فوز ذلك الذي فزت فيه يا أمير المؤمنين، أو فزت فيه يا أبا الحسن يا علي، هنيئا لك ذلك الفوز، وهنيئا لنا بمعرفتك وبولايتك. أم ميثم من ذي قار، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا الحسن والحسين. السلام عليك يا فحل الفحول. السلام عليك يا زوج البتول. السلام عليك يا حجة الله على خلقه. السلام عليك يا ولي الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. نعزيكم ونعزي صاحب الأمر والزمان سيدتي مولاتي فاطمة الزهراء وسيدتي مولاتي أم البنين. نعزيكم ونعزي جميع المؤمنين بهذه المناسبة الحزينة. لنا ولكم العزاء. في جميع المرضى وإحنا منهم. اللهم اقضي حوائج المحتاجين وإحنا منهم. الله يوفقكم يا أيما رحم الله والديكم. سجلوا أسمائنا وإن شاء الله سنة خير وبركة علينا وعليكم وعلى السيد مولاي إن شاء صاحب الله. الزمان وعلى جميع المؤمنين إن شاء الله. إن شاء الله يقضيها بحق فاطمة الزهراء، يجعلها على جميع العراقيين إن شاء الله خير وبركة إن شاء الله. على عراقنا الحبيبي والله صحيح عدين ميتين يمك يا علي. أيوة. والله سجل اسمان أبو ميتم ولده مؤمل ولده رحم الله والديك والدي أبو محمد ومحمد العين. يقول الشاعر لذنا لذنا بقبرك والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل. أسألكم الزيارة رحم الله والديك. جزاكم الله خير. شكرا شكرا. الله يوفقكم. شكرا جزيلا. الله يوفقك. شكرا شكرا. أم أحمد من بغداد، سلام عليكم أختي أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الحسن والحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. أعظم الله لك الأجر بذكرى استشهاد سيدتي مولاتي فاطمة الزهراء عليها ظل الصلاة والسلام. اللهم عجل فرج آل محمد يا الله. اللهم احفظنا وانصره يا رب. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى ضجعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين سيدي مولاي مشتاق لزيارتك سيدي مولاي. أرجو من الله أن يرزقني زيارتكم في الدنيا وشفاعتكم في الآخرة يا سيدي يا مولاي. سمع عليك بالزهراء أن تكتب اسمي من الزوار بحق محمد وآل محمد ومن المعزين لسيدتي مولاتي الزهراء يا رب. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. الله يخليك يا أخويا قوة حصالة البرنامج. الله يستر عليك. أريدك تكتب اسمي أم أحمد. ما دام أنت تقولين أنا بالقوة حصلت اتصال، هذه اللقطة هاي اللقطة يعني خلي الآن تصوري نفسك الآن يم الشباك. والله أبد ما حصل نهائيا يعني ما أدري شو حصل. هذا المكان هذا روضة ريحة الجنة هناك.
اللي يريد يشم ريح الجنة اللي يريد يشمها يجي يمشي بباكر أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين، السلام المكان. عليك وعلى رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ربي فرح قلب سيدتي مولاتي بتأجيل الفرج يا الله، اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. سيدي مولاي مشتاق لزيارتك يا سيدي يا نور عين يا أمير المؤمنين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أقلدكم الزيارة والدعاء، الله يرضى عليك إن شاء الله، وتدعي لي وتكتب اسم والدي عبد الجبار ابن بخيته ووالدي وتدعين، الله يرضى عليك إن شاء الله، ويستر عليكم وتعجيل الفرج يا رب للإمام إن شاء الله يا الله. طبعا يا الله رغم انخفاض درجات الحرارة ودرجة البرودة يمكن تحسون، أنا لربما المشاهد الآن يستقرأ أو يقرأ درجة الحرارة وانخفاضها في وجه المقدم البرنامج، حقيقة الدنيا باردة جدا، ولكن أنا أشوف زائرين كثر وأعداد كبيرة تتوافد على ضريح أمير المؤمنين، يعني الله يحفظكم، يعني الناس لا تقبل البرد ولا للحار ولا للمطر ولا بكل الأوقات، كل الأوقات، لأن الهدف أسمى من كل هذه الصعاب. حسين من واسط، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمين الله، يا أمين الله عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة سيدتنا ومولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، عظم الله لك الأجر يا سيدي ومولاي يا أبا الحسن بشهادة أم الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليها. السلام عليك يا أمين الله في أرضي وحجتي على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه محمد صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وهزم أعدائك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلق. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل النعمائك، ذاكرة لسوابق آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مجهولة عن الدنيا بحمدك وثناك. سيدي ومولاي يا أبا الحسن، أقسم عليك بحق الحسن والحسين وزينب وام كلثوم والمحسن ومصاب الزهرة، تقضى حوائجنا والشافي مرضانا استاذ احمد. نعم. الله ينطيك العافية بجاد حسين، سجل اسمعنا، خدمتكم الله يسجل، الله ينطيك العافية، سجل اسم اخت الصبيحة وسليم والعلوية ام محمد وام علي وحسن وعباس وحجي حيدر. يا الله، شكرا يا ابو حسين. ومحمد سعيد لا تنسى بالدعاء ولا تنساني من توصل الشباك تدعيني عند الإمام وتهد الشباك تقول له حسين يسلم عليك يا أبا الحسن والحسين ويعزيك باستشهاد الزيارة. أنا فعلت ما طلبت مني في حلقة سابقة وأديت عنك الزيارة، الله يعطيك العافية، الله يطول عمرك، والله أنا ما ناسيك، الله يشهد ورسوله. شكرا لك يا أبو علي، الله يعزك والله يطول عمرك ويشافيك بجاه الزهرة أم الحسن والحسين. شكرا لك يا طيب، أنا أشكرك، أنا أشكرك جدا، شاكر لك. واتصال آخر أيضا من واسط، منار، سلام عليكم أختنا منار. السلام عليكم يا رحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي، السلام يا أبا الحسن يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته، السلام على الشجرة النبوية الدوحة الهاشمية النبي المثمر بالنجوم والموقن بالإمام وعلى رجعيك آدم ونوح عليهم السلام، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى الملائكة المحقرين بك والحاكين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين، من ليلة ضيافتك أريد الضحاش وحاجة المحتاج تشاف أبويا من المؤمنين تشاف ظهر وحق حفظ العزها عليك كتاب وخمس سامع راسنا رزق كل محروم بالذرية الصالحة أقضى حاجة المحتاج نادى علي المظهر العجائز تجده عونا لك في النواعد كل هم وغم سينجلي يا علي يا علي يا أبا الحسن
يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجها عند الله اشفع لنا عند الله. أتمنى أستجئكم صالح بريسة مصابرية وأخواني وعمتم رائد بالشفاء والمرحوم لعي الشعب لعي يا عبد الرحمن مقدرة يا أمين الله يا أمين الله. قدمناكم الدعاء والزيارة. شكرا لكم، نسأل الله القبول إن شاء الله لنا ولكم. إذن أحبتنا المشاهدين، لم يبقى لنا الكثير إلا أن نزور زيارة أمين الله كما تعودتم في كل حلقة في نهاية البرنامج، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ومشاهدي قناة العتبة العلوية المقدسة. إذن أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي وعن إخواني وعن أصدقائي وعن أقربائي وعن جيراني وعن كل من أوصاني بالدعاء والزيارة، نيابة عن كل من يشاهد قناة كربلاء وقناة العتبة العلوية، نيابة عن المرضى الراقدين الآن في المستشفيات، نيابة عن الشهداء أولا وأخيرا، شهداء الإسلام، شهداء المذهب، شهداء العقيدة، نيابة عن من لا يذكرهم ذاكر. أتوجه إلى ذخري وذخيرتي ورجائي ومعتمدي وسندي أمير المؤمنين وأقول السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعة، وآلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، ولغاثة لمن استغاث بك موجودة، ولعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء لديك مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي، أنت إلهي وسيدي ومولاي. اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. وصلى اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أحبتي المشاهدين،
مشاهدي قناة كربلاء الفضائية وأيضا مشاهدي قناة العتبة العلوية المقدسة، نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة وفي أداء الزيارة بالنيابة عنكم، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات كادر العمل الأخوة المقر العام لقناة كربلاء الفضائية في كربلاء المقدسة، والأخوة العاملون هنا في مكتب النجف الأشرف، لهم كل التحايا على ما يقدموه من جهود طيبة. أيضا الشكر موصول إلى كل كوادر وإدارة قناة العتبة العلوية لتضافر جهودهم معنا وما يبذلوه من قصارى جهودهم من أجل إنجاح هذا البرنامج، بكل كوادر هذه القناة وأيضا قسم العلاقات والإعلام في العتبة، لهم كل الشكر والتقدير. على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله أحبتنا المشاهدين، أنا وأنتم نرفع أيدينا بصوت واحد من حضرة أمير المؤمنين ونقول السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله. قد قال لثورك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. أمفلج ثورك أم جوهر، ورحيق رضا بك أم سكر. قد قال لثورك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. هو الخال بخدك أم مسكون، لقدت به الورد الأحمر. والخال بخدك أم مسكون، لقدت به الورد الأحمر. أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر. أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر. ارحم أرقا لو لم يمرن، بنعاس جفونك لم يسهر. أقسمت عليك بما أولتك النظرة من حسن المنظر. إنا أعطيناك الكوثر. سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. وكفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر. قد تمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكر. ليصيب بها الحر الأوفى وأخصص بالسم الأوفر. بالحفظ من النار الكبرى والأمن من الفزع الأكبر. هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر؟ وضعت للقانع والمعتر. يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر. يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر. إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر. علي